الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمد ونستعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. معكم الأستاذة سعيدة الخيلية عضو الخلية النسائية المجلس العلمي المحلي أكادير. يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إذن العلم فريضة على كل مسلم، هو الأكثر العلم الشرعي. وقد دأب المغاربة قديما على تكريم أهل العلم وتكريم حفظة كتاب الله، وعلى هذه السنة الحميدة بغينا أننا نمشي عليها، وبغينا أننا نكرم دائما طلبة العلم الشرعي بما يوفيهم، وبغينا أننا نديروا لهم واحد قبل، لأنهم أصلا هما ركيزة المجتمع، هما تقويم عوجات المجتمع، وهما هما العلماء ديال المستقبل ان شاء الله. هادشي علاش بغينا نكرموا العلماء، انا بغينا نكرموا طلبه العلم الشرعي بمضماره الاصلي، وبغينا ان نبداو بكل المدارس العتيقه. بدينا بمدرسه العتيقه، بمسجد بدر، بمصيرنات، لان هي كاينه وسط المدينه ولكن الناس كيتجاهلوها وما كيجيوش ليها. بغيت ان من هذا المنبر انني نحث جميع الناس انهم يجيو ويشوفوا هذه المدرسه ويشوفوا الطلبه ديالها، وتبارك الله عليهم ما شاء الله حضرنا لهم وشفنا هذيك الامداح اللي كيديروا، شفنا هذاك القران عرفتي رائع، هذاك الشيء اللي كيخرج من افواههم. بغيناهم انهم يشجعوهم على هذا العلم، وبغي يشجعوهم بانهم يستمروا في هذا المضمار ديالهم ديال العلم الشرعي. والشكر موصول لجميع من ساهم معي في هذا الحفل، لا من مساجد ولا من هذاك نساء المساجد والنساء ديال خيمه الرحمه بتيدي لا، ومسجد عمر بن عبد العزيز باسكا، كلهم كان كيشجعونا وكيقولوا لنا غير بداوا يقولوا بسم الله، وحنا معكم ان شاء الله ماديا ومعنويا. والشكر موصول للمجلس العلمي المحلي اكادير، لانه ما فاتي انه دائما انه كيساندنا وكيشجعنا على اننا نقوموا بحال هذا العمل، وكنقوموا بهذا التكريم ديال هاد الناس الطلبه. وشكرا لكم جميعا ولهاد الناس اللي حضروا معنا، والله ييسر لنا امورنا واموركم ان شاء الله، وهاد الطلبه الله يكمل عليهم بخير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أنا طالب الحسين بغداد من المستوى الثالث إعدادي في مدرسة بدر حي بصرنات أكادير. يعني اليوم إن شاء الله درنا الافتتاح الختم القرآني الحمد لله، وشاركونا هاد الناس الحمد لله في الفرحة، وكذلك هاد الجمعية، ونشكرهم جزيل الشكر على قدومهم وعلى حضورهم. وكذلك نشكر المجلس العلمي المحلي لإقليم أكادير، وكذلك نشكر اساتذتنا، وكذلك الشيخ المدرسه والفقيه العامد سيدي الحاج المدني، وكذلك نشكر جميع الناس الذين حضروا معنا في هذا الحفل المبارك، حضروا مع طلبه القران الكريم والحافظين لكتاب الله، وقرانا في هذه الحفل المباركه شيئا من القران وكذلك من الامداح النبويه الشريفه. ونجدد الشكر لجميع الحاضرين، وكذلك المجلس العلمي المحلي، وكذلك جميع الناس الذين يساهمون في المسجد ويساهمون مع الطلبة ويمدون لهم اليد العون. نشكرهم جزيل الشكر والحمد لله رب العالمين. واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم، صدق الله العظيم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين فبراير، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.